تحمل لنا الطبيعة العديد من الخيارات المفيدة للإنسان، فخبراء التغذية ينصحون دائما بإعداد مشروبات طازجة في المنزل باستخدام مكونات طبيعية لتجنب تناول مواد كيميائية حافظة أو كميات كبيرة من السكر المضاف، كما أن العصائر من المشروبات الصحية التي تحافظ على رطوبة الجسم ومصدرا للفيتامينات والمعادن والألياف. أوضحت الأبحاث الطبية أن الأشخاص الذين يستبدلون المشروبات الغازية والعصائر بالإكثار من تناول المياه والمشروبات الصحية في نظامهم الغذائي اليومي ينجحون في خفض أوزانهم ما بين 4 إلى 5 كيلوغرامات في غضون 6 أشهر. فتناول طعام صحي والمحافظة على المشروبات الغنية بالمغذيات يساعد على قطع شوط طويل في الحفاظ على لياقة الجسم وإزالة السموم منه بشكل طبيعي وتجنب الإصابة بالأمراض، علاوة على الحفاظ على رطوبة الجسم.